السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، رؤية تبين الأحداث الذي ستجري على أمة العرب والإسلام والفرج القادم العظيم. أحباب الله، هاي رؤية إجتني في 3/1/2015. الرؤية كالآتي وهي منقولة: السلام عليكم ورحمة الله، رأيت فتاة تخرج من منزلها تهرب من أمرا ما لا أعرف ما هو، ولكن رأيت أن مروحية تطاردها، وبعد ذلك استدارت عائدة إلى البيت بسرعة كبيرة، وفجأة تغير شكلها إلى فتاة غاية في الجمال، بعد أن كانت فتاة عادية تبدو عليها ملامح البؤس والشقاء، وبعدها رأيت شابا جميل المنظر صغير السن يدخل المنزل وكأنه احتضنها دفاعا عنها، وبعد ذلك رأيتهما يصعدان إلى قارب جميل لونه أبيض، وكأنه هو من ساعدها لتركب معه ودخل البحر، وكأنهما نجيا من ما كان يلحقهما، وعلمت أن الشاب هو المهدي. أحباب الله، قلت لهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما تأويل هذه الرؤية فتدل على الفتاة التي خرجت من منزلها هي أمة الإسلام، والأمر هو يعني لخرجها الابتعاد عن الدين، والمروحية هي عذاب الله، لأن هذه الأمة تخلت عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها اتبعت إيش؟ الشهوات، واتبعت الطواغيت، ولا عندما عادت لمنزلها يعني رجعت إلى دينها، هذا من شدة العذاب والحروب اللي شنوها الأعداء الإسلام عليهم، رجعتها لدينها لمنزلها، أي رجعت إلى دينها عز الله، وبين صفاتها وأخلاقها الحميدة، وأن بسبب رجوع الكثير من أمة الإسلام لدينهم أهدى الله لهذه الأمة الإسلامية المهدي لكي يكون حاميا وحاضنا لهذه الأمة الإسلامية، ويبين جمال الدين للناس كافة، الدين الحقيقي، وأنه دافع عنها، أي دعا الله لها بالهداية، وأنهم صعدوا في القارب، أي أن أمة الإسلام بفضل رجوع الكثير لدينهم وفضل وجود المهدي بينهم سينجون من عذاب الله كما نجى سيدنا نوح عليه السلام ومن آمن به، ويحق الله العذاب على من حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا تأويل الرؤيا، اللهم اجعلها حقا، والله أعلى وأعلم. قلت عليه أحباب الله، هي رؤيا عظيمة جدا بتدلكوا على الأحداث اللي تمت في الأرض، إنه هالفتاة هاي اللي هربت من خرجت من بيتها من منزلها، يعني خرجت من منزلتها ومن دينها، منزلتنا إحنا كانت العزة والكرامة، لأن ابتعدنا عن الدين الله سبحانه وتعالى أعلن عن الحروب، الطائرة الهليكوبتر بتدل على الحرب، وتصور أحباب الله قديش في عنا ربا وابتعد عن الدين عشان يخفعدهم بحرب من الله ورسوله، والحرب هاي جابت أعداء الإسلام علينا وحاربونا بالداخل وبالخارج، فهذه الحرب رجعت الناس لدينها، وعشان هيك صارت تدعو رب العالمين، فالله سبحانه وتعالى بعثها المهدي، والمهدي لما ظهر دعا لأمته الأمة الإسلامية، ومن ثم أظهر الدين الحقيقي الجميل اللي تشوهوه أعداء الدين من داخل ومن الخارج، فدخلوا الدين في دين الله أفواج كثير من الناس، والسفينة بتدل على النجاة كما نجى الله سبحانه وتعالى بسفينة نوح. اللهم اجعلنا الذين يتبعون يستمعون القول فيتبعون أحسنه، استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.